مجموعة الباحثين السودانيين، وتحية للشباب والشابات في صفحتي، وتحية لجميع الناس اللي بيشاهدون الآن. ونحن الليلة هنتكلم عن موضوع أنا في تصوري في غاية الأهمية. هنتحدث عن التنوع في السودان ومواضيع أخرى متعلقة، زي ما أسميته تسييس القبيلة، تسييس الطائفة، تسييس النغابة أو تسييس النغابات. الكلام ده هنشرحه في خلال السرد بتاعنا اللي هيستمر حوالي ساعة تقريبا، وبعد ذاك هنتحدث عن مقولات الهامش والمركز ونشوف ما خلفها وما علاقتها بالصراع الكلي فعلا. ولكن أهم شيء في الحلقة دي هنركز على ماهية التنوع. نحن دائما بنسمع بأنه السودان بلد منوع، ومنوع الأعراق، ومنوع الثقافات، ومنوع الديانات، وإلى آخر الكلام الكل اللي نحن بنسمعه كل الوقت. لكن في ادعاء بأنه نحن في الحقيقة ما بنعرف فعلا حقيقة، ما لامسين التنوع بتاعنا. والتنوع بتاعنا ده طبعا عنده علاقة بحاجة خطيرة جدا ومهمة جدا، عنده علاقة بالعيش فوق الجغرافيا، بالعيش السلمي المشترك. وبالتالي إذا ما في عيش سلمي مشترك، بيكون في حرب، بيكون في إقصاء، بيكون في إقصاء مضاد، بيكون في ما يحدث الآن عندنا في السودان. بفتكر العلة الأساسية اللي عندنا في السودان في الوقت الحاضر هي جاية من سوء إدارة التنوع. طيب ده كيف الكلام ده؟ سوء إدارة التنوع. وسوء إدارة التنوع نحن الليلة الفرضية بتاعتنا قايمة على إنه نحن في الحقيقة سوء إدارة التنوع هو ما مقصود، هو نتيجة لعدم إلمامنا، عدم وعينا بالتنوع بتاعنا. وعدم وعينا وعدم إلمامنا بيؤدي إلى نتيجة بأنه نحن بنصادم بعض، بنصادم تنوعنا، بنصادم طبيعتنا، بنصادم ذاتنا، لأننا ما عندنا وعي بها. والسبب السكرت بسيط جدا، إنه في الحقيقة ما اتعملت دراسات كفاية جنوين. نحن في الحقيقة للأسف في السودان يعني بنستورد المواد العلمية من الخارج، يعني بنستورد التكنولوجيا من الخارج. ما التكنولوجيا ده اصلا علم، اصلا هي فكره بتتحول الى تلفون، فكره بتتحول الى دقاقه بتاعت قمح، فكره بتتحول لطياره، فكره بتتحول لعربيه، فكره بتتحول للقاح للكورونا. ده شنو؟ ده العلم. ونحن لانه ما يعني اسسنا دور بحث حقيقيه واستراتيجيه ومراكز بحث حقيقيه، ما في احترام للبحث العلمي لسبب بسيط، لانه نحن ما لمسنا انه البحث العلمي ادى الى نتيجه واقعيه في ارض الواقع. عمل لنا لقاح وعمل لنا دقاقه بعقول وايادي ابنائنا وبناتنا، هذا للاسف لم يحدث حتى الان. ولو حدث يعني مجرد يعني شنو مبادرات فرديه وضئيله. وبالتالي ما في تمويل للعلم. ليه؟ لانك انت بتجيب منتجات العلم جاهزه من الخارج، يبقى العلم ما بيكون مهم، ما بتصرف عليه الدوله قروش، ولا بيصرف عليه القطاع الخاص قروش. عشان كده القطاع الخاص برضه بيعتمد على دراسات جايه من الخارج، ودراسات جدوى، مقارنه جايه من الخارج، حتى القطاع الخاص نفسه، لانه هو ما عنده احساس بانه العلم مهم. زي ما قلت اكرر اجين، لانه العلم ما انتج لنا، ونحن لسه بننطلق من مبادره الباحثين السودانيين، انه في الحقيقه العلم ما عمل لنا حاجه ملموسه، بالتالي ما في له تمويل، بالتالي مخيالنا ذاته الشعبي ما فيه علم موضوعي، وبننظر للاشياء زي ما نحن قلنا في المرات اللي فاتت بطريقه سحريه وبطريقه يعني غير موضوعيه وغير عمليه وغير براغماتيه. وده جزء من مخيالنا الشعبي، ونحن طبعا ما بين دين، ما في ثقافه افضل من الثقافه، دي ظروفنا ودي لحظاتنا التاريخيه. لكن علينا أن نعمل النظر في واقعنا ونعمل العلم فيه عشان نقدر نمشي لقدام في سلام، ونقدر نعمل استقرار ونهضة للسودان. المقدمة دي كانت ضرورية عشان بعد ذاك نجي لأنه شنو التنوع في السودان؟ التنوع في السودان حاجة غريبة وعجيبة جدا،
لأنه نحن مختلفين عن بقية العالم. حسب ما رأينا في البحث بتاع سيكولوجية الزول السوداني، التركيبة بتاعت المجتمع السوداني وبالتالي مخيال الفرد اللي بيستند على التركيبة دي هو مختلف. الإنسان السوداني مختلف عن جميع البشر الموجودين فوق كوكب الأرض. طبعا مؤكد نحن بشر بنشابه الناس في كثير من المقومات، يعني البشرية كلها بتشارك بعض، يعني في حتة محددة كلنا بشر وكلنا من آدم يعني وكلنا من جين واحد. لكن طبعا مؤكد هنالك تمايزات كبيرة جدا بين شعب وشعب، وهنالك تمايزات كبيرة جدا بين مجموعة ومجموعة داخل الشعب ذاته. فنحن التمايزات دي لازم نشوفها ونعرف تنوعنا في السودان مختلف كيف عن الشعوب اللي حولنا، وكيف انه التركيبة بتاعت مجتمعنا متشعشة جدا. هتعرفوا في السرد ده للناس اللي بيصبروا معي انه نحن في الحقيقة قلنا في الحلقات اللي فاتت للناس المتابعين بانه في ثلاثة بنيات فاعلة في السودان بتشكل السياسي وبتشكل الاقتصادي وبتشكل الثقافي وبتشكل المظهرنا الخارجي وبتشكل حتى طبقات صوتنا وبتشكل مظهرنا وبتشكل السياسي والصراعات والتنافسات القائمة دي وبتعمل الحرب وبتعمل السلام. الثلاثة بنيات دي هي: واحد، بنية العشيرة، بنية الطائفة، بنية الجسدانية وشائج الدم. دي بنية قوية جدا وقديمة جدا، عمرها آلاف السنين في السودان وفاعلة جدا. هتعرفوا بعد شوية كيف إنه البنية دي منوعة وكيف عندها أدب كثيف وعندها غناء وعندها فن وعندها شعر وعندها اقتصاد بتاع الرعي والزراعة المنوع جدا، وعندها أساطير وعندها حجاويها وعندها حكاويها وعندها رموزة عبر التاريخ. ثم البنية البعدية هي بنية الطائفة، بنية الغيب، ودي برضو فاعلة جدا وبرضو عندها إرثها وعندها فلكلور وعندها قبابة وعندها تاريخ في المسيد وعندها تأثير على السياسة. وبنعرف الثورة المهدية وبنعرف ما قبل الثورة المهدية وبنعرف أن الطوائف والطرق الصوفية لغتها موجودة في السياسة وفاعلة في السودان، وعندها طريقتها الغناء والرقيص بتاع المديح العبادة، ده برضو رقص بالمناسبة طبعا، والدرويش يقول لك رقصت بلا ساغ وحدخت بالقصيدة بتاعت الفيتوري الشهيرة. إنه يعني اتكلمنا عن الموضوع ده المرات الفاتت، إنه البنية بعد العشيرة القبيلة هي بنية الطائفة، وحنتحدث عن الحاجة دي ونشرحها كويس للناس اللي بيصبروا، إنه يعني في ناس ممكن يستهينوا بإذا ده كيف يعني خطير وكيف مهم. حوريكم البنية الثالثة والأخيرة والمهمة جدا، هي بنية دخيلة يعني عمرها 100 سنة في السودان. البنية بتاعت العشيرة والقبيلة والتجليات بتاعتها بتاع الشعوب السودان أنا بسميها، دي بنيات قديمة جدا آلاف السنين، أصيلة جدا وتأثير عظيم وأكبر تأثير في السودان في الوقت الحاضر وفي الماضي. والطائفة قلنا الثانية، وبعد ذاك المدنية، البنيات المدنية الحديثة اللي بتتمثل في النغابات والبناء راهو أسع قدامنا اليومين دي، ولمحة له تجمعات المهنيين وتجمع المهنيين اللغات تكنيكا للثورة، ده كله حنتحدث عنه. البنية دي برضو فاعلة جدا وبرضو عندها أدبة وعندها شعيرة وعندها غناء وعندها فلكلورة وعندها حقيبتها، الحقيبة دي جزء من البنية المدنية، وعندها تأثير الاقتصادي وعندها مظهر الخارجي، البنطلون والقميص والبدلة الحاجات دي كلها، وعندها رقصات الخاصة بها اللي هي برضو جات مع المد الحديث. يعني أنا قلت عمرها 100 سنة لأنه توطدت مع الإنجليز البنية المدنية دي. إحنا الحلقة قبل الفاتت خصصناها لشنو يعني مدنية، وشرحنا يعني النداء مدنية يعني شنو، عشان كده ما حنسرف في الحتة دي بالنسبة للناس المتابعين بيكونوا عارفين، والناس يعني عندهم رغبة يشوفوا الحلقات دي موجودة في منبر الباحثين وموجودة في قطاع الفيسبوك وموجودة في اليوتيوب. وشكرا للدكتور أنور الذي جعل هذا ممكنا يعني، وهو سيغايب لظروف فنية الليلة، لذلك أنا بدير الحلقة لوحدي مع شاب اسمه مصطفى، شكرا له، بدير الحلقة معي فنيا من منبر الباحثين السودانيين. طيب نمشي لحاجة مهمة جدا جدا. بعد أنا قلت البنيات الثلاثة دي ونحن شرحناها قبل ده في الحلقة الأولى والثانية، أسد الحلقة الثامنة من نفسيات الزول السوداني، إنه ورينا إنه كيف البنيات دي أصلاً هي بتستند على قيم محددة، أي واحدة بتستند على منظومة قيمية مختلفة عن الثاني،
ما حنقدر نعيد الكلام ده كله، الزمن ما حيسمح به انه الناس الدائره تعرف ده شنو، ترجع للحلقات الماضيه. طيب سؤال، يعني هل طيب المجتمع السوداني ده فعلا ما بيشبه المجتمعات الاخرى؟ وهل البنيات الثلاثه اللي انا قلتها دي فعلا بتجعل تنوع الشعب السوداني كثيف لدرجه انه نحن ما استطعنا نديره؟ ايوه نعم، هقول لكم كيف. مثلا اوروبا، هنا اوروبا هنا ما عندها تنوع زينا لسبب بسيط، لانه نحن في الحقيقه مجتمعنا يعيش لحظتين، يعيش التاريخ ويعيش الحداثه، وبالتالي بنيات التاريخ الممثله في العشيره وبنيات الجسد وبنيات العرق اللي رافع السلاح واللي بتعمل احزاب وبتعمل حركات وبتاثر قاعده في السياسه، مش في الاطراف بس، في الخرطوم نفسها وفي المدن الكبيره نفسها وقاعده في مخيالنا. البنيات دي خطيره جدا ومهمه جدا، والصراع في السودان في الاساسيه اللي بتديره في الحقيقه. اللي بيحصل بانه البنيات دي ما موجوده في الغرب مثلا، يعني عندهم شكل من اشكال التنوع اصلا ما موجود عندهم. بالتالي المجتمع منسجم اكثر. او قصدي انه التنوع منسجم دي، كان انا بقول انه كده بشكر المجتمع الغربي، ما كده، ما في ثقافه افضل من ثقافه، ولا في لحظه تاريخيه افضل من اللحظه التاريخيه، الانثروبولوجيا علمتنا كده. لكن في مجتمع متميز عن الاخر. فاوروبا هنا فيها برضه ما فيها الطائفه بمعناها الكلاسيكي، بتتولد عنها احزاب سياسيه وتتولد عنها اشعار ومدايح واغاني وتاثيرات، وتاثر في مخيال الفرد لحد ما تجعل الانسان يتشكل جواه برضو من صوفي. كلنا في الريف وفي المدينة، المتصوفين وغير المتصوفين، كلنا صوفية بقدر من يعني بشكل من الأشكال وبقدر محدد يختلف من شخص إلى آخر. البنية دي برضو ما موجودة في الغرب. الغرب فيه فقط البنيات المدنية الحديثة. يعني شوف، نحن عندنا بنيتين أساسيتين بتشكل الوعي، سوري، بتشكل التنوع وبتشكل السياسي وبتشكل الاقتصادي، هنشرحه بعد شوي، وبتشكل الاجتماعي والعرس والموت وكيف تشيل الفاتحة، دي ما موجودة في الغرب. والبنيات الطائفية الغيبية ما موجودة بمعناها الكلاسيكي في منظمات حديثة. يعني الكنائس بتمشي تسجل زي منظمة حقوق الإنسان في البلديات أو في الغرفة التجارية، يعني منظمات حديثة كلها بتقوم على قوانين ولوائح نفس الكنيسة، إنها نفس القوانين بتاعت منظمة حقوق الإنسان ونفس القوانين بتاعت اتحادات الجامعات وهكذا. يعني بالتالي المجتمع كله يقوم على الحداثة، على المدنية مطلقا. بالتالي التنوع بتاعه ضئيل، لذا بتلقى الإنسان الغربي التمايزات بينه ضعيفة جدا، بيلبس نفس اللبس، بياكل نفس الاكل تقريبا، بطاطس، بياكل نفس الاكل التقليدي. يعني طبعا في اكلات كثيره جدا جات من الخارج، وجات من الصين، وجات من افريقيا، وجات من الشرق الاوسط وغيره، ده حصل حديثا يعني بعد الطفره الغربيه الكبيره، لكن اكلهم كان اساسا هو البطاطس، وفي لحظه تاريخيه محدده الشعير والقمح كان دائما موجود، وعندهم الابغار، ما بياكلوا لحم الخروف لانه الطبيعه هنا ما الخروف إنتاجه ضئيل، بيأكلوا اللحم البقري ولحم الخنزير، ده الظروف يعني البيئية بتسمح بكده. يعني أنا داير أقول لك إنهم هم كيف إنه الإنسان الغربي في كل شيء تقريبا منسجم، وكأنه نسخة واحدة، الأحزاب السياسية بتشبه بعض، ما في صراعات عنيفة جدا، ما في الأحزاب كلها، البرنامج السياسي قائم على حاجة واحدة بس، قائم على البرنامج ما على الأيديولوجيا، وما في صراعات عرقية وما في صراعات طائفية، جماعات دينية متطرفة أو وسطية أو ما في في جماعات دينية حديثة برضو. يعني البرنامج بيطرح زي أي برنامج تاني إصلاحي، فيه قيم ومبادئ محددة لا تمس الدستور على سبيل المثال. فبالتالي الإنسان الغربي هنا في هولندا مثلا اللغة واحدة، كل شيء واحد، الإنسان واحد، يعني ممل جدا، يعني بالنسبة لنا نحن الوضع ده ممل جدا، لأنه بشر بيتكلم كلهم بطريقة واحدة، بيتكلموا كلهم تقريبا لغة واحدة، الاختلافات ضئيلة جدا تكاد لا تذكر،
بيلبسوا بطريقه واحده، نفس البنك موجود في اي حته، نفس المستشفى موجوده في اي حته، فرع في اي حته، نفس كل حاجه هي نفسها. الاحزاب السياسيه ممله جدا، الفروقات بيناتها ضعيفه جدا خالص يعني. شفت كيف؟ لذلك في استقرار وفي استابيليتي الى درجه الملل. ده انا سي بحاول اقول كيف انه نحن يعني مختلفين، التنوع بتاعنا كثيف جدا جدا. وانا هسه كده هادخل في الموضوع وامشي اشرح التنوع بتاعنا في ستة مستويات. يعني انا بلخصه في ستة مستويات. الستة مستويات دي بتنبني دائما على الثلاثة بنيات الأساسية اللي أنا قلتها، البنيات الغيامية الكبيرة القاعدة في الأرض. وأنا أرجع لها تاني للحظة، البنيات الثلاثة عشان ما أشوش للناس قبل ما أجي للثلاثة، للسوري للستة مستويات بتاع بتجلى فيها التنوع، بنلمسه بنقدر نلمسه. لغاية الساعة أنا بتكلم في حاجة دي، أن إحنا تقريبا دي مقدمة لسه، لأنه الموضوع ده معقد جدا جدا وغير مطروق يعني للأسف بالقدر المطلوب، وغير يعني مطروق بقدر خطورته، وهو السبب الأساسي. التنوع، سوء إدارة التنوع، ده السبب الأساسي في تقديري وفي تقدير يعني كثير من الناس يعني المطلعين والملاحظين، بأنه السبب الأساسي لتعطيل الحضارة في السودان، والسبب الأساسي للحرب، والسبب الأساسي لعدم الاستقرار، والسبب الأساسي في عدم نهضة السودان. سوء إدارة التنوع. وشوف الصراعات التي بتحصل بين الأحزاب السياسية وبين النقابات وبين القبائل وبين العشائر وبين الجهات وبين الأطراف، ده كله حاجات غريبة. وبين النقابة الواحدة والقبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة، وحتى كمان الحياة اللطيفة، الموسيقيين والفنانين ونغابات الشعر ضد فيها مذابح قاعدة تتم، وإخصاءات معنوية، وكل شيء قاعد يستخدم. ده كله عنده علاقة بسوء إدارة التنوع، عنده علاقة إذا قلنا قبل شوية بعدم الوعي بتنوع مجتمعنا نفسه. أقول شنو؟ إنه نرجع للحاجات الثلاثة، التكوينات الثلاثة في الماضي. طيب كان في شنو في السودان؟ أنا قلت قبل شوية إنه المدنية حديثة. طبعا المدنيه، البنيات المدنيه هنا بقصد بها يعني شنو؟ النغابات والمصانع الحديثه والمزارع الحديثه زي مشروع الجزيره، وزي الكليات الحديثه زي كليه غاردون. كليه غاردون دي عملوها الانجليز، قبلها ما في المعهد العلمي في ام درمان 1912 عملوا الانجليز، بختر ربع عملوا الانجليز، مشروع الجزيره، سكه حديد، الطيران، ده كل البنوك دي كلها عملوها الانجليز، ودي ولدت بنيات جديده، ولدت طبقات جديدة. طبقة الأفندية، منهم المعلمين والمهندسين والأطباء والمدرسين والفلاسفة والشعراء اللي بيكتبوا الشعر الحديث، مش الدوبيت، الدوبيت ده شعر القبيلة، لا، شعراء اللي بيكتبوا الشعر الحديث، ناس العباسي والعباسي والبنا الكبير ومنو يعني الشعراء الكبار وحتى المغربي وغيره، ده كله ده كلهم شعراء، ده النمط الحديث، جمع التيارات الحديثة، عندهم أدب وعندهم شعر وعندهم أحزابهم السياسية اللي بعد ذاك بقت في التيارات الشيوعية والاشتراكية والتيارات الإسلامية والسلفية، كلها قائمة على الاقتصاد الحديث، ادخلوا الإنجليز وكلهم معظمهم خلفيتهم في الجو من المدارس الحديثة الأفندوية ومن التجار الحديثين ومن الصناع الحديثين بتاعين المدن وغيره. وبنعرف البنوك واقتصاده، ده كله هنتحدث عنه قبل شويه بعد شويه سوري. اللي بيحصل بانه لما نعاين للسودان لورا كان فوشن ورا، دي بقصد بها قبل الانجليز. نمشي اكثر من كده، نمشي 3000 سنه، كان في شنو في السودان؟ لما نمشي 3000 سنه في السودان، طبعا ما في مدنيه، قبل 200 سنه ما في بنيات مدنيه، يعني في نوع من التنوع ما كان موجود. لذلك السودان كان افضل استقرارا في سنار، وافضل استقرارا في العهد التركي، وافضل استقرارا في العهد الانجليزي. الان السودان منوع اكثر لانه اضيفت بنيه جديده خطيره متنافسه مع البنيات الاخرى والتجليات السياسيه والتجليات الادبيه والتجليات الفن ومظهره ذاته. ما بيلبسوا جلاليب، ما بياكلوا الاكل بتاع القبيله العصيده والكسره، ما بغنوا غنى القبيله اللي هو الدوبيت ولا هو الطنبور ولا هو المناحه والحماسه. يعني البنيات المدنيه الصراع مش سياسي بس، ده حنجي نتحدث عنه بعد شويه.
لكن لما نرجع لورا انه في حقيقه السودان كان فيه في الحقيقه كان فيه عشائر وطوائف قبل الاسلام وقبل المسيحيه. كان في عشائر السودان يعني شعوب السودان كانت موجوده. اذا مشينا الشرك حتلقى البدويت اللي هم البيجا ديل اصلا موجودين منذ الاف السنين، وحتلقى النوبيين في الشمال وفي الوسط، وحتلقى البيجا برضو كمان في الوسط، وحتلقى في الجنوب كان في الشلوك. الجنوب طبعا كان من جبلو لغايه الكوة، الجنوب الحالي ده كان غير مسكون لانه غير يصلح للسكن السكنه لحد عهد قريب، لكن الجنوب المعني كان هو بيبدا من جبلو لغايه الكوة لغايه كوستي، ده الجنوب التاريخي، وكان في الغالب بتقطن قبيله الشلوك. وفي قبائل الصحراء الغربيه اللي هي في الوقت الحاضر ممكن تكون جماعات كبيره من الجموعيه اخذت الاسم جموعيه، وديل ناس اسسوا حضاره الشهناب، وديل جو من الصحراء الغربيه في تصور من التصورات. وفي بعد ذاك جبال النوبه دائما فيها جماعه النوبيين الحاليين، ديل موجودين دائما في الجبال، وهنالك مقوله بانهم هم رحلوا من الشمال الى الجبال في لحظه تاريخيه محدده لظروف سياسيه. وبعد ذاك لما تمشي دارفور بتلقى طبعا مؤكد في الفور وعندهم حضاره قديمه، وفي الزغاوه دائما موجودين في دار في دارفور، وفي وفي شرق تشاد، وفي 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 الجزء الجنوبي من ليبيا مع الفزانين، وديل كلهم كانوا في يوم من الايام قبائل الصحراء يعني ما عدا الفور طبعا. بعدك في طبعا قبائل اخرى بتبدو اقل عددا لكن برضو عندها اصاله كبيره في التاريخ زي المساليت والبرتي والبرجيد والميدوب. وبالاضافه الى يعني دي لمحه صغيره جدا طبعا، وفي في طبعا النيل الازرق في الفونج والانقسنه ما ننسى، دي برضو من الجماعات القديمه جدا انديجينوس جروبس يعني. بعد ذاك ما في صفاء عرقي داخل الجماعات دي نفسها، كان في اختلاط بشكل مستمر. وكان في حاجه ثانيه مهمه جدا خطيره جدا، انه السودان موقع جغرافي يعني يحد شعوب عديده جدا جدا، يعني موقع متميز جدا في الحقيقه وخطير جدا، لذلك التداخل فيه كان كبير جدا. وبعد ذاك جو الاقباط قبل الميلاد، سوري مش قبل الميلاد، يعني جو الاقباط من قبل، ايوه من قبل المسيحيه كان في اقباط بيجوا السودان. الاقباط يعني من ايجيبت مصريين يعني كانوا بيجوا قبل المسيحيه في بعض الوثائق. وبعد ذاك في جماعات عربيه بتجي بشكل مستمر الى السودان نسبه للجفاف والتصحر الضرب المناطق بتاعه الجزيره العربيه ومصر وسيناء، وبالتحديد غرب مصر وسيناء واليمن والحجاز. كان في تصحر، وكان السودان دائما فيه مستنقعات بالجف، فدائما كان بيستوعب بشر اضافيين، وكانوا دائما زي ويلكم يعني السودان زي اللوتري الامريكي، كان الناس القبائل الاصيله بترحب بالناس لانهم بيجوا ما بينافسوا على السلطه مباشره، وفي نفس اللحظه بيجيبوا معاهم حاجه جديده، اما بيعرفوا حاجه اقتصاديه يدخلوها جديده زي انه يدخلوا مثلا صناعات حديثه لانه ما بيكون عندهم ارض، او يدخلوا يعني حيوانات جديدة، أو يجيبوا فقه برضو سواء كان فقه مسيحي أو كان فقه بتاع الإله آمون أو كان فقه الإسلامي، ده كله كان مطلوب لأنهم برضو بيشتغلوا مدرسين وبيشتغلوا رعاة وبيشتغلوا مزارعين، ودائما بيجيبوا إضافة كويسة. لذلك كان السودان ترحاب شديد بالغريب، حتى الطيب صالح استغرب، قال هو مستغرب جدا أنه الشعب الوحيد بيحتفي بالأغراب باحتفاء غريب، لماذا حدث هذا؟ حدث للسبب ده، أنه السودان كان مساحة واسعة لأنه في مستنقعات قاعدة جف، يعني الخرطوم كانت غير صالحة للسكنة لوقت قريب كما نعلم، وأم درمان ما كان فيها سكان قبل المهدية، كان عدد سكانها 250 نفر تقريبا وكانوا سماكة. وبعد ذاك يعني لما تمشي الجزيرة كانت معظمها مستنقعات باي ذا واي، المناطق الصالحة للسكنة حقيقة هي كانت من سوبا وانت ماشي على البطانة والبحر الأحمر والشمال، وبعد ذاك منطقة جبل أولية، منطقة الجزيرة دي يعني اللي تمشي في اتجاه سنار، حتى بعد ذاك في يعني في يوم من الأيام يعني لنا ديك مناطق عليا، الجزيرة دي كانت السكنة فيها أيضا معقدة، لذلك ما بتلقى فيها آثار تاريخية، لكن بتلقاها في جبل أولية وتلقاها بالخط الغربي، تلقاها في الصحراء، لكن الصحراء برضو طربت ناسا. شفت كيف؟ تلك ملاحظة مهمة جدا بأنه كان في دائما حراك، وده من الناحية العرقية. وبعد ذلك جو ناس طبعا من الأمازيغ وجو ناس من الأندلس بعد انهياره لأن المناطق دي متصحرة، وكان النيل أفضل بيشبه مناطقه المناطق بتاعت وسط السودان تحديدا. وجو المماليك بعد ضربتهم سنة 1900 1520 بعد مذبحة القلعة،
في التاريخ مسجل إن وصلت أعداد كبيرة جدا إلى الوسط النيلي، وديل هم أنا في التصور اللي قلته في الإجابة على ما تهيأ لي الإجابة على سؤال البروف، كيف سادت اللغة العربية في الوسط النيلي وبقت لغة أم دون أرجاء السودان الأخرى؟ دائما هنالك اللغة العربية لغة ثانية، لغة التواصل فقط في جنوب السودان، في شرق السودان، عند النوبيين في الشمال كلهم اللغة العربية لغة ثانية، وفي دارفور جماعات كبيرة جدا اللغة العربية عندهم لغة ثانية، ما عدا القبائل طبعا العربية يعني لغة وثقافة بالكامل، زي مثلا الريجات والمسيرية والجماعات الأخرى، يعني ديل طبعا استثناء. ولكنهم اللغة العربية ما استطاعت أن تسود بالكامل في الأريا المحددة. كذلك في جبال النوبة، في النيل الأزرق طبعا اللغة الأصيلة في الماضي كانت البرتي، وما زال الناس النيل الأزرق يعني تحية لكل أهلنا هناك، يعني الأنقسنة تحديدا والفون عندهم طبعا لغتهم، وكان فيهم عندهم مديان والمحلية وكذا وغيره. لما نجي للدين برضه، أنا قلت أيضا كان في طوائف، أيوة كان دائما في طوائف في السودان، يعني طوائف دينية، وكان عندها تأثير في السياسة وعندها تأثير في كل شيء، بعد دائما بعد العرق، بعد وشائج الدم. بعد ذاك الطوائف دي كانت في زمن آمون، كان في طبقات دينية وطوائف. وبعد ذاك في بعد جاء الإله أبا دمك، برضو في زمن الإله أبا دمك صناعة الملك أركماني في حدود عام 350 قبل الميلادية، إنه السودانيين عبدوا الإله أبا دمك 600 سنة، وكان في طوائف وكان في كهنوت أبا دمكي. وبعد جاءت المسيحية بعد ذاك مباشرة، والمسيحية استمرت في السودان 1000 سنة طبعا، بالإضافة إلى التشكيلات العرقية اللي أنا قلت فيها دي، هنالك أيضا طبعا دائما طوائف دينية مسيحية، وكانت أرثوذكسية، وكانت الطبقات دي متحدثة العليا، متحدثة اللغة الغبطية، شفت كيف، وكانت معزولة من الناس. انهيار المسيحية في النهاية في السودان كان عنده علاقة بالإشكالية دي، يعني بعض السودانيين الجماعات الأصيلة نظرت إلى المسيحية يعني جماعة كدين بتاع مستعمرين في لحظة الأخيرة، لذلك تحالفوا على الوثنيين وجماعات من المسلمين والعرب، وهم غلية كانوا في الحقيقة، كان وجودهم رمزي، كانت جماعات الأصيلة الأصلة السودانية الأصيلة اللي كانت عندها أديان محلية، ديل كانوا الغالبية، وديل ضربوا سوبة المسيحية سنة 1000 وضربة قاسمة سنة 1503، لكن كان في محاولات قبل 200 و400 و500 سنة بدري خالص، حتى قبل أن يكون لغاية الساعة الوجود يعني العربي والإسلامي، يعني ما توطد في السودان، وإنه في الحقيقة السودانيين تبنوا الإسلام عشان يحاربوا المسيحية، يعني الإسلام ما زي ما قالوا دخلوا الصوفية ولهم الاحترام والتحية وطبعا ساهموا، ولا دخلته بالضرورة جماعات جات مهاجرة، لا أبدا، الانديجينس جروب نفسهم السودانيين كانوا في حوجة الوقت ده، كانت جماعات الطبقات الحاكمة حكمت 1000 سنة، كان في فساد، كان في فساد عظيم جدا، وكان في اضطهاد، وكان في استعباد لجماعات واسعة من السودانيين، لذلك السودانيين تبنوا الإسلام كأيديولوجيا مضادة للمسيحية في لحظة تاريخية محددة، ثم جماعات منهم أصيلة تبنت العرق العربي نفسه، غير الوجود العربي الفعلي، في جماعات كثيرة تبنت العرق العربي نفسه في السودان. وهنا طبعا أبدا ما في إدانة للتاريخ، ودائما في مقولة تاريخية مهمة جدا، ليس في الإمكان أحسن مما كان، زي ما جاءت المسيحية وتوطدت، وقبلها كان في الإله أبا دمك، وقبل الإله أبا دمك في الإله آمون، ورب قبل آمون في إله نحن ما بنعرفه، يعني في دين آخر. أيضا جماعات كبيرة من السودانيين تبنت الدين الإسلامي واتخذته جماعات كبيرة جدا منهم كأيديولوجيا مضادة للمسيحية، وده كله عنده علاقة بالتنوع. عن اللي احنا هنحكي انه التنوع ده جاي من وين، يعني ده اصلا احنا بنحكي عن التنوع العرقي والدين وذاته كيف كثيف، وعنده جذور قديمة جدا جدا. بعد ذاك حتى نخفز غفزة كبيرة جدا نجي للحاضر عشان نختصر، اذا ماذا يحدث في الحاضر هسع في الوقت الحاضر، انه طبعا السودان الجماعات دي كلها موجودة في السودان، والجماعات دي كلها تولدت عن جماعات جديدة واختلطت مع بعض، ولا يوجد نغاع عرقي ولا يوجد دين ذات صافي، يعني يشبه بالضبط أي نسخة موجودة في أي كتاب، إنما الجماعات السودانية كلها بتمارس الدين كأخلاق وكمعاملة، وبتمارسه كشعارات وكعبادات، لكن كأخلاق وكمعاملة أي شعب يختلف من الآخر، لأنه شنو؟ لأنه كمان الجذور بتاعت الغيب والروحانيات عندنا في السودان
أقدم بكثير جدا من المسيحية وأقدم مؤكد من الإسلام. العمر 500 سنة في السودان بشكل رسمي، بشكل رسمي تم تبني الإسلام سنة 1504. لكن قبليها كان دائما في أديان أخرى، فبالتالي جاء التصوف وعبى الغيب، عبى الروحانيات الجديدة القديمة في كبسولات جديدة. لذلك الإنسان السوداني متميز جدا ومدهش جدا، وده جزء من تنوعنا. لكن التصوف برضو ملاحظة مهمة جدا، بس احنا غفزنا بنخفز من التاريخ والماضي، انه التصوف نفسه ملاحظة مهمة جدا، انه التصوف نفسه لا يشمل كل السودان. يعني التصوف ما وصل جنوب السودان، لذلك جنوب السودان مختلف عن البقية أرجاء الشمال فعلا للسبب ده، مش لسبب الدين، لا، لسبب انه ما عنده تجلي غيبي لا مسيحي ولا اسلامي ولا صوفي. كان التجلي العرقي هو الاول دائما على وجه الاطلاق وما في غيره. شفت كيف؟ لذلك الجنوب يبدو اكثر انسجاما، لكن في نفس اللحظه التجليات العرقيه اللي بتتولد عنها احزاب وتيارات سياسيه مسلحه او سلميه خطيرة جدا، والتضاد بينها حاد جدا. لذلك أيضا الجنوب ما مستقر، وحدث فيه ما حدث من يعني صدام سمته الأمم المتحدة تطهير عرقي للأسف، يعني قبل كم سنة، وكلكم متابعين، وده موضوع ما بندخل فيه واسع، يعني ما في الوقت ليه، وممكن نناقشه في الثاني. لكن برضو أنا بقول إنه التصوف برضو البنية الثانية يعني السائدة اللي هي الطوائف والتصوف، اللي هو كان مهم جدا، دوره خطير جدا، بيشبه المدنية الآن. لأن التصوف كان زمان أي قبيلة، القبائل اللي قاعدة كانت دائما وتجددت وأخذت أسماء جديدة، لكن هي دائما قاعدة وعندها نفس الفانكشن، نفس الوظائف كل الوقت، كل تحولاتها تحولت معها دائما الوظائف بتاعتها هي ذاتها، دورة في السياسة ودورة في الاقتصاد وكالات وحاجات ومظهرة، دائما هي محتفظة بالوظائف نفسها. لما جاء التصوف بيشبه الدعوة بتاعت المدنية الآن. التصوف جاء عشان يقول يا جماعة 5-6 قبائل ممكن يقعدوا في المسجد مع بعض، لكن القبيلة هي قبيلة طبعا عارفة نفسها إنه ده دندوي وده جعلي وده شاقي وده فورا وده زغاو وده كده وده كده وده كده، ده كلكم لكي تستطيعوا أن تقعدوا في المسجد مع بعض. زي الدعوة بتاعت المدنية، المدنية إنه أيام الثورة كان في إشارة بتقول، وده حنناقشه وناقشنا قبل ده، حنناقشه تاني احتمال، انه يا عسكري ومغرور كل البلد دارفور، معناته نحن متجاوزين بالمدنيه العرق. يعني المدنيه كانت ما في السودان، فكان التصوف الوقت ذاك هو البديل ليها، الطريقه الصوفيه كانت البديل. عشان كده الساعة دور التصوف قاعد يتراجع بالمناسبه في السياسي تحديدا، وبيتراجع كليه، لانه المدنيه بدعواها دي من ما جو الانجليز قاعده تاخذ الدور بتاع التصوف وتنفي التصوف وتشجب التصوف وتعمل دائما ضده بشكل مستمر. وبالمناسبة ده بدل الإنجليز إنه نحن هنا ما بنغيم دي، ما نحن بنقول في التاريخ ليس في الإمكان أحسن مما كان، ما حدث لقد حدث، وهكذا هو التاريخ يعني. فأنا اللي بقوله هنا بإنه الإنجليز لما جو طبعا حاربوا التصوف لسبب بسيط جدا، لأنه كان العدو بتاعهم بالأساسي كان هو الطرق الصوفية، وبنعرف إنه الدولة المهدية محكومة خلقت بواسطة التصوف وكرري عملوها المتصوفة، والإنجليز بسموهم الدراويش. وبعد ذاك لما جو الإنجليز حاربوا الخلاوي، وحتى الشجب للخلاوي والدراسة في الخلوة، ده بالمناسبة إحنا وارثينه من الإنجليز. وبعد ذاك الإنجليز برضو عملوا معهد درمان العلم 1912 عشان يخرج فقهاء بتاعين الدولة، اللي هم لقدام ممكن نسميهم فقهاء السلطان، ونحن ما بنغيم، لكن الناس بعض الناس بيقولوا كده. وبعد ذاك معهد درمان العلم فعلا عمل كده، وبعد ذاك تحول في الوقت الراهن أو من زمدة إلى جامعة أم درمان الإسلامية. طيب بعد اللمحة الصغيرة دي، دعوني أنا أقول لكم الستة يعني مظاهر للتنوع، عشان نجي بعد ذاك نقول إنه كيف ما استطعنا إدارته. أولا، 1 بتجلى في السياسي، 2 بتجلى في الاقتصادي، 3 بتجلى في الثقافي، 4 بتجلى في الاجتماعي، 5 بتجلى بنراه في الجغرافيا، و6 بعدين هنجي ل6 مؤخرا انه بنشوفه في الدولة نفسها. طيب هنمشي لحتة مهمة جدا، نخلي السياسي اخير. كيف يعني تنوع اقتصادي؟ في الحقيقة ايوه
لازم تفهم بأنه دي ذاتها قصة كبيرة جدا، لأنه التنوع الاقتصادي بيعني أنه في السودان العريض ده في جماعات كثيرة جدا معزولة عن بعضها البعض مئات السنين إن لم يكن آلاف السنين، طورت مناشط اقتصادية مختلفة في الرعي أو الزراعة أو الصيد، وعندها أكلات مختلفة عن الجماعة الأخرى، وعندها مناشط يعني عندها أكلات المبنية على اقتصادها مختلفة عن مناطق السودان الأخرى، ومختلفة عن المدينة، ومختلفة عن سكان المدن. وبعدين نحن ذاته في الأكل ذاته لمحات صغيرة، نحن بنضطهد بعض في أي شيء، حاجة أقول لكم بعد شوية طبعاً إن ديتيلز، بنضطهد بعض في كل شيء لدرجة إنه الأكل، أنا مثلاً على سبيل المثال وأنا لست بشيء، لكن طبعاً أنا دارس علم اجتماع ومهتم بالشعب السوداني وبسايكولوجيته، مثلاً بلاحظ إنه مرات قعدت كم مرة كده عن شباب بيتحدثوا عن أشكول في غرب السودان، دي أكلة أنا شخصياً ما شفتها لغاية ما جربتها، لكن واحد من الحضور حكى كيف إنه ريحتها عفنة، وكان معانا شباب من المنطقة ذاتها من مناطق دارفور، هم قالوا الأكلة دي جميلة جداً وصحيح ريحتها شاذة شوية، لكن هي أكلة جميلة جداً وصحية ومصدرها أصلاً نباتي. ففي اللحظة ديك أنا الرجل اللي قال كده متأففاً سألته، قلت له هل أنت أكلت التركين؟ قال لي أيوة، قلت له التركين أحفن من الكول من المحتمل، لكن أنت شايفه طبيعي، شايف الفسيخ لأنه دي ثقافتك بس ما أكثر من كده، ولأنك ما بتعرف داك وما جربته وما شفته وما تعمل فيه بحث أبداً أصلاً عشان يقول لك قيمته الغذائية شنو كلام زي ده. يبقى شوف إنه أنا حدي لمحات شوية شوية. بعدين حتى إيه رأيك أن بعض الناس جماعات في دارفور ما بتاكل السمك نفسه، بتفتكروا حشرات، عندهم أكل تاني، والناس اللي قاعدين في النيل والقاعدين في الشرق دائما عندهم أكلات بفضلوها مختلفة. ده كله نحن ما عندنا وعي به وعندنا اضطهاد له، يعني ما في احترام لحتى الأشكال الصغيرة دي من التنوع. أنا سأديكم لمحة ساكت، لأنه طبعاً دارفور فيها أكلات مختلفة وكثيرة، شي عارفينه وشي ما عارفينه، كردفان برضو فيها أكلات مختلفة وفي حاجات مشتركة، لكن دائما في حاجات مختلفة شي عارفينه نحن وشي ما عارفينه، فيها الدخن مثلاً ما موجود في الوسط النيلي وما موجود في الشرق أصلاً، لأنه ما بينبت هناك ولأنه ما ثقافة الناس مثلاً في كردفان موجود بكثافة على سبيل المثال يعني. ومثلا المناطق جنوب السودان فيها السمك وفيها أكلات مختلفة، جنوب السودان معانا دائما انفصل 2011 مع جزء من المخيال، وشرق السودان وعنده أكلاته المختلفة وعنده قهوته المختلفة وعنده طقوسه المختلفة في الأكل ذاته، ولما تمشي الشمال الأقصى للسودان كمان في ظروف مختلفة، عندهم القراصة بالدمعة وعندهم حاجاتهم المختلفة، ولحد ما تيجي الشاقية قراصة، قراصة دائما أهم حاجة، وعندهم الفسيخ برضو لظروفهم البيئية وكده، التجفيف اللحوم المجففة وغيره. شفت كيف ده من الناحية الاقتصادية، يعني التنوع الاقتصادي برضو كثيف جدا جدا، وما في له احترام، هو ذاته بيعمل مشاكل، لأنه الحكومة لما تجي، لأنه الحكومة ذاتها دائما المتسنمة جماعات محددة مدنية معظمة، بالذات الانقلابات العسكرية بتعمل الجماعات المدنية، تحدثنا في الحلقة الفاتت بالنسبة للناس الحضروا، نحن تحدثنا عن المؤسسة العسكرية وقلنا كيف المؤسسة العسكرية بيتم استغلالها من جماعات مدنية لأدلجة الدولة، تسييس الدولة نفسها، زي مثلا هنا عنوان نسي حنجي بعد شوية نتحدث عن كيف إنه ويتم تسييس القبيلة ويتم تسييس الطائفة ويتم تسييس النغابة لحد ما توقع تجمع المهنيين يوقع مع أحزاب سياسية، ده تسييس وده خطر جدا، هشرح لكم بعدين بعد شوية، لكن بس خلينا في التنوع الاقتصادي ده السياسي حنجيه. التنوع الاقتصادي ده كثيف جدا، وإنه بعد ذاك ما في احترام له لا بواسطة الجماعات ولا الأحزاب ولا النغابات ولا الدولة نفسها أحيانا كثيرة، يعني الدولة لما عملت سد كجبار المواطنين هناك اعترضوا لأنه دي ضد مناشطهم الاقتصادية وحياتهم اللي بيعرفوها، بس سيمبولي مفترض تتناقش معهم أولا حتى القوانين بتاعت الأمم المتحدة بتدي الحق للجماعات الأصيلة المحددة إنه أي مشروع تنموي الدول شايفة في مصلحتهم لازم يستشاروا هم، من قالوا لا خلاص لا، ده التنوع الاقتصادي لمحة له، ما بقدر أقول كل شيء. بعدك في التنوع الاجتماعي، تنوع اجتماعي معقول ده كيف يعني؟ طبعا
عندنا التنوع الاجتماعي ده بتمثل في الممارسات الاجتماعية، مثلا بتاعة البيت البكا، بتاعة شعائر الموت، بتاعة العرس، بتاعة الحنة، بتاعة الطهور، بتاعة الختة، تنوع كثيف جدا. كل شعب من شعوب السودان وكل جماعة في جغرافيا محددة عندها شعائر مختلفة، يعني ممكن تتشابه في شكل من الأشكال لكن أحيانا بتختلف جذريا، وده كله من صناعة شعوب السودان. يعني التنوع الاقتصادي قلت لكم قبل ذاك إنه ده شعوب السودان عندها التنوع الاقتصادي، لكن المدنية برضو جابت المصانع وجابت التعليم الحديث وجابت برضو جابت تنوع، أضافت للتنوع الموجود أصلا، يعني المصانع الحديثة والمزارع الحديثة وإلى آخره، يعني ده كله والمواد الاستهلاكية الحديثة. نجي للتنوع الاجتماعي الاقتصادي بلمحة كده مشينا منه. التنوع الاجتماعي ده برضو كثيف لدرجة خطيرة نحن ما شايفينه، وفيه صراع مميت، فيه صراع دامي برضو خالص، لأنه بعدين هو ذاته بأثر على السياسة وبأثر على هياكل الدولة. لما نجي لبعد ذاك الاختلافات برضو بين الريف اللي هو متميز عن المدينة في الاجتماعي، وبعدين معظم الإرث أصلاً هو إرث الريف وشعوب السودان المدنية لأنه حديثة بتستلف ده، ولكنه برضو قاعد تحور فيه وتعدل. مثلاً العرس ما بيكون في صيوانات، بيكون في صالات ضخمة في استهلاكية، وبيكون في الفنانين الحديثين، ما الفنانين الشعبيين بتاعين المناحة والحماسة والدوبيت وكده، بيكون في الغناء الحديث وبيكون في الرقيص الحديث. نادرا ما يحدث رقيص او غنى الريف او غنى شعوب السودان الاصيله، بيحدث الغنى المدني ده برضه هنتحدث عنه في الثقافي. بعدين برضه كمان في التنوع بتاع الاحاجي، نحن سفر اجتماعي ده برضه الاحاجي وغيره مختلطه بالثقافي. لما نجي للثقافي كمان ده خطير جدا لانه لامس السياسه مباشره. لما نجي للثقافي بنلقى التضاد بين المدنية الحديثة والإرث جابته من أشعار وفنون ومسرح والسينما وإذاعة وتلفزيون وصحف، يضاد 100% إرث الريف ويحقره، لأنه الريف عنده شنو؟ عنده أغاني وتراث ضارب في القدم زي المناحة والحماسة، دي يعني إرث كثيف جدا، وهو إنتاج المرأة السودانية. وعندنا الدوبيت إنتاج المرأة والرجل، والمسدار إنتاج المرأة والرجل، وعندنا أشكال كثيرة من الحكي والمنالوج لشعوب السودان، إنتاج كثيف جدا ويختلف من منطقة لمنطقة. ده لما جات المدنية الحديثة وجو الإنجليز كانوا ضده، لأنه كان الريف السوداني كان هو البقود الثورات ضد الإنجليز، لأنه المدينة هم أصلا صنعوها الأتراك، بالتالي صنع المستعمر وبمواصفاته هو، وجو الانجليز واتضوها اكثر وصنعوا المدينه بالضبط بمواصفاتهم. حتى انت الخرطوم ما بيسكن في اي زول طبعا في العهد الانجليزي، بعدين ما فيها ميدان كوره، لغايه اول ميدان كوره عمله نيميري استاذ الخرطوم، اصلا كانت الكوره بيودوها الشعب هناك ما في الخرطوم. الخرطوم دي مخلوقه كان بمواصفات محدده، حتى كمان الحته اللي كانوا ساكنين فيها الانجليز والموظفين الرفيعين فوق دي ما بيسكنوا معاهم الناس، لانه ممكن يجيبوا لهم الملاريا. قاموا عملوا الوقت ذاك مقياس انه الباعوضه بتطير، بتقدر تطير كم كيلومتر، لقوها بتقدر تطير 2 كيلو. قاموا الناس الانجليز شالوا الناس اللي هم محتاجين لهم كعمال وموظفين، خدتهم دائما بعيدين منهم 2 كيلو عشان الباعوضه ما تصلهم. كان عندهم تصور بانه الملاريا دي بتجي من الاطفال، زي الكورونا جات من الصين، يعني الاطفال اول شيء الاطفال بتعضيهم الناموس، لانهم اظن بلدون كان في تصور، يعني الوقت ذاك الكلام ده قبل 100 سنه كان في تصور يعني مبسط عن الملاريا، وكانت قاتله جدا لانه ما كان في دواء، الكلوروكين والحاجات الجديده دي ما كانت موجوده. اللي بيحصل بانه كيف انا بقول لك المدينه مخلوقه معماريا ومخلوقه اقتصاديا ومخلوقه سياسيا ومخلوقه ثقافيا لتواكب المستعمر. والاستعمار في تاريخ السودان الحديث، العمر تاريخ السودان الحديث طبعا عمره 200 سنه، 120 سنة من ال 200 سنة دي كانت استعمار تركي 60 سنة واستعمار انجليزي حوالي 60 سنة برضه. يعني نحن الفترات اللي حكمنا فيها بإرادتنا كسودانيين كانت 80 سنة، وكان فيها مشاكل طبعا وانقلابات العسكرية والصدامات القائمة على عدم وعينا وعدم مقدرتنا على التنوع اللي أنا بحكي عنه ده، ولغاية ما جينا التنوع السياسي عشان القصة تتضح إنه ده يعني 80 سنة بس، وبالتالي المدينة هي بنت الاستعمار.
والاستعمار بقى جزء من مخيالنا عنده، مش شيء بمجاني. ما المدنيه ده هسه شبابنا ذاته بنادوا مدنيه، ونحن شرحناها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، عملناها حلقه كامله يعني شنو مدنيه وشنو مدنيه. دي بقت جزء من مخيالنا، ونحن هسه بنقول مش نفي ونقول ده استعمار وحاجه تافهه وكلام، لا يا استاذ. نحن الاستعمار ده بقى جزء مننا، وبقينا نلبس البنطلون عادي، ونلبس القميص عادي، ونلبس الكرافتة عادي، ونرقص الرقصات الحديثة عادي، ونغنغن الحقيبة، وقالين انه تراث حقنا. في ناس كثيرين جدا انا عملت البحث بينبذوا فيه ويشتم ويقولوا ده قال حاجة يعني مضاد لتراثنا. شفت كيف؟ ده جزء من الصراع في الحقيقة. الحقيبة دي فن جديد دخل مع الانجليز، وبعدين جزء كبير جدا منه أصلا تحدثنا في حلقات كثيرة جدا عنه، إنه زي الأندلسي. يعني ما الحقيبة كلها؟ ده التشويش اللي بيحصل للناس، إنه ما الحقيبة ده أصلا سماها الصحفي والإذاعي المعروف صلاح أحمد محمد صالح، سمى أغاني محددة كان يعني هي في أسطوانات، كانت الأغاني دي عمل البرنامج ده حقيبة الفن، وسمى الحقيبة، لكنها هي باكتش كامل. الزجل منها 30% من الحقيبة. الزجل ده هو النوع الشعري شجعوا الإنجليز ليضاب إرث شعوب السودان، دي أثبتناها في البحث وقلنا هذا لماذا. لكن الحقيبة نفسها فيها بكتش آخر، يعني ما زجلي زي ود الرضي بيكتب زجل، مثلا الزجل بتاعه زي مثلا برضاليك سوري زي يحرموني ولا تحرموني ده زجل، وزي وصينا النغى يا لدن يا أم لدن ده زجل، نسيم السحر ده زجل. راجع القصائد دي هتلقى الأجواء كيف مختلفة لما يجلس التلبيت بلغة سودانية قحة بتحدث عن مرته اللطيفة الأمينة النبيلة، ما في نسيم وسحر، وما قال شعرة خميلة، وما قال لا يا إنسان، تقول لا يا زول إتي ويا كده. يعني ده ما زجل الأسكلة وحلة، ده ما زجل. الرائد بتاع شعر الحقيبة وغناء الحقيبة العبادي، الرجل العبادي، كتب 5 أو 4 قصائد زجلية قوية جدا، وهو بدأ الفن ده. لكنه أيضا هو طبعا عمل الدوبيت ما زجل، وما في زول غناه، وعمل برضو يا رجال الهمة. يعني رجال الهمة دي ما زجل مرة، دي الجو مختلف عن برضاليك المولى الموالي اللي هتلقى فيها الخميلة وأمحال، واللغة اللي بتستخدم في الزجل الأندلسي. اللغة اللي بتستخدم في الزجل الأندلسي الغاموس معروف، مما تلقى الأغنية أو القصيدة فيها قصر الرشيد الشاعر يا محاي تيك واتاكا وما عارف شنو الخد الزهري يا رشا يا كحيل، ده طوالي زجل ولا تعاين، ده بس طوالي زجل. ولما تجي كلمة يا إنسان، يا إنسان دي أصلا لا في الشعر السوداني ولا في الشعر العربي الفصيح كله من المعلقات لغاية تسعي، ما في زول بيقول له زول يا إنسان. يا إنسان دي كانت في الأندلس، كانت زي ما في يا زلمي يا زول يا رجال، كان الزول كانت متطورة جدا وبلد لطيفة جدا، كانوا بيقول للزول بينادوه تعال يا إنسان. شفت كيف؟ عشان كده برضو استخدمت في الزجل بكثافة، والزجل هو شعر غنائي خلقه الأندلسيين لكن ساد في الشرق كله، وما يزال الآن يمارس في المغرب وفي تونس وفي الجزائر بكثافة، وفي مصر حتى الآن، وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي الحجاز، اسمه الحجازي حتى هذه اللحظة. لكن نحن عندنا لا دخل في فترة بسيطة جدا من 1921 لحد 1945، وفي خطة مولوها الإنجليز. وما الحقيبة كلها؟ قلنا النمط الزجلي منها، وده النوع اللي غناه سرور وحده، البقية يعني كانوا بغنوا أنماط أخرى، وبغنوا برضو زجل زي كرومة والبرهان وعبد الله الماحي وآخرين. دي طبعا قصة جدلية شديدة جدا، وعندنا بحث فيها متكامل، والناس ما تستعجل فيها، تمشي تقرا البحث وتسمع الكلام اللي قلنا فيها قبل ده، منه يقول لك الحقيبه جايه من المديح، الكلام ده صحيح وما صحيح. في جزء من الحقيبه جايه من المديح زي ست البيت وزي الاسكله وحله، يعني برضه جارعه لنمط المديح. لكن النمط الزجل الغنى سرور ما عنده علاقه بالمديح ولا الخلاوي ولا الغاموس، موجود هنا كله ولا موجود في الشعر العربي الفصيح نهائي، ولا موجود في القران. يعني ما هتلقى يا رشا يا كحيل، ولا هتلقى الخد الزهري، ولا هتلقى يا إنسان، ولا هتلقى غصر الرشيد الشايد تحديدا. دي بتتردد في الزجل الأندلسي، لأنه الغصر ده كان اللحظة ديك لما الزجل أنشي في الأندلس، كان هم بيجيهم المعلومات من الشرق، وكان الغصر ده تحديدا ما هي غصر آخر، دي لحظة ازدهار الزجل. لذلك والغاموس الزجلي ده انتقل للشرق كله، بقى هو فن المجارة، بقت الناس بتجاري النمط ده بنفس الكلمات المفتاحية بتاعته،
ما في سرقات ادبيه ولا في، لا ده مجاراه دائما، هو فن المجاراه وفن غنائي، اذا ما غنى بموت. اي قصيده زجليه اذا ما غنت بتموت، لا انت تغنى. عشان كده برضه الزجل من الحقيبه كله لازم يتغنى، اي حاجه ما تغنت ما بتصلك ما بتشوفها. وهو فن اصلا أصلاً احنا اسرفنا فيه شويه، لانه ده مهم، عنده علاقه بالصراع، عنده علاقه بالصراع، عنده علاقه بين الريف والمدينه، وعنده علاقه بالاستعمار والمخيال الركب. وعندنا في راسنا لدرجه انه الحاجات بتاعت الاستعمار، التمكين العمل والاستعمار، نحن بنتصور ده فننا الاصيل، وهو فننا لكن عندنا فنون اخرى. ده الموضوع الاساسي، دي تلك القضيه. ده من الصراع بين الريف والمدينه، وده التنوع ان احنا ما قدرنا نديره. وده فيه كلام كثير جدا. بعد ذاك الفنون بتاعت الريف، فنون الريف كلها مشجوبة، يعني الدوبيت والمسدار وغاني المناحة والحماسة، لدرجة انه يعني الفنان الكابلي قال لما هو غنى ما هو الفافنوس ما هو القليد البوص لبنونة، انه جرايد الخرطوم تاني يوم وهو غنى سنة 1959، قال انه جرايد الخرطوم كلها الصباح كانت معظم الجرائد بتشجبه، بسمته المرأة الفنانة، وفي بعض الجرائد لبسته توب صورة فوق كده. يعني كيف هو بالحقيقة ده الصراع، ده نفي للذات، لأنه أصلا المستعمر ده قال غلط والخلاوي غلط. ناس بيفترضوا بأنه الخلوة دي حاجة تافهة جدا والطائفة دي حاجة تافهة جدا، وإنه مثلا يقول لك إيه إنه الناس ديلي يعني بيجهلوا في الناس. يا أستاذ ركز شوية، اصلا المدنيه وكليه غردون اللي تقرينا فيها اذا ذات قريت فيها يعني بجامعه خرطوم هسه يعني، لكن دي حديثه جدا. الناس زي هم اللي كانوا اصلا ما في علم غيره، يعني هم اللي اسسوا التعليم في السودان منذ 700 و800 سنه، ما في كله غير الخلوه، كان لا يوجد كله يعني. هم في التاريخ هم اهل العلم، ودخلوا الفهم ودخلوا الرغي وعلموا الناس ياكلوا كيف يتسامحوا كيف. ديل المتصوفه يا استاذ، وده المسيد يا استاذ، ودي الخلوه يا استاذ. بالتالي ده جزء من تنوعنا، لازم تحترم. ما هو شيء تمشي انا في اي شيخ بسلم لي على يده، حتى لو مجرم في يده ببوس لي، حتى لو مجرم. ديل ناس قدموا خدمه رهيبه جدا لمجتمعاتنا في لحظه ما كان فيها مدنيه، وما كان في مستشفيات حديثه، وما كان في لقاحات حديثه، وما لما تجي كورونا الناس لازم تمشي للشيخ بس، ما في طريقه يعني. شفت كيف في يوم من الايام لما تحصل جريمه ما في محاكم لازم الشيخ اللي يحكم، لما زول يكون جعان لازم يمشي هناك، زول داير يتعلم ما في مدرسة ما في جامعة ما في غردون، جا لسه ما جا غردون يا أستاذ، عشان بعد ذاك يدرسوك في الجامعة دي تقول أدب وفنون السودان حقير ومناحتهم حقيرة، وتلبس لنا الكابلي توب وتقول ده حاجة حقيرة، ده شعر نسوان وكلام زي كده، وتجيب شعر الحقيبة الشعر الذكوري كله ما شاركت في مرة، تقول ده أحسن شعر في العالم لأنه بس بهرك بيجرسه دون ان تعرف ده شنو ذاته، وتعمل فيه بحث، لانه البحث العلم اصلا مضطهد. دول سحري، عقليته سحريه، فمتعلم وتخرج من جامعه شنو الكليه الفنون التشكيليه او جامعه خرطوم، لانه ديل برضه بيظهروا لي كثير، يقول لي قال لي دي مسكينه لما بعمل في البحث، مسكين انت يا استاذ لانك ما عارف وما حتعرف ذاته. يعني معظم الناس لانه تجهيل كبير بفنون واداب السودان. معلش انا اسرفت في الحته دي عشان اقول الصراع، والصراع طبعا حامي، لازم اللحظه دي الواحد يتحدث بحماس شديد جدا، وانه اداب السودان وحكاويه وشعاره كلها مضطهده الحقيقيه بتاعت شعوب السودان، واكلاته دائما مضطهده برضه في المدينه، يعني دائما الناس بتستبدل فيها بالرغيف وبالبيض وبالفول المصري وبحاجات زي كده، لكن برضه شعوب السودان عندها كمان اكلاته وعندها حاجه ورقصاته وعندها أدب كثيف جدا المدينة، والوعي المدني الجديد متصادم معه لأنه متنافسين في السياسة. شفت كيف السياسي بعد ذلك الريف عنده تجلياته السياسية، اللي بتعمل القبيلة نفسها واللي بتعمل الطائفة نفسها، واللي بيجوا بعدين بيغزوا البرلمان هم اللي بيفوزوا. يبقى البنيات المدنية غاضبة جدا من الريف، وغاضبة جدا من أدب الريف، وغاضبة جدا من ثقافة الريف، ودائما بتحاول لأنه تمتلك الأدوات الحديثة جابوها الإنجليز، الإذاعة والتلفزيون والصحف، بتحاول تحتكرها وتمنع آداب وفنون السودان، وبتمنع رموز السودان من الوصول إلى المنابر الثقافية والمنابر الإعلامية. هذا عمل الإنجليز غصبا، وورثوه الأفندية بشكل واضح جدا، وما زال هذا يمارس حتى هذه اللحظة.
هسه احنا كنا في السغافي، كنا في السغافي وما بنقدر نقول فيه الكثير، فيه كلام كثير 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 يعني داير تفاصيل. بعد ذاك حاجيكم تاني الخمسة، نمرة خمسة اللي هي الجغرافيا، ده برضو كمان موضوع كبير جدا جدا، انه الجغرافيا في السودان عندها تأثير كبير جدا، لأنه في الحقيقة بتجيب لك تأثيرات من الأقليم، شرق السودان بتجيب لك تأثيرات من الأقليم، جنوب السودان بتجيب لك تأثيرات من الأقليم، تشاد والنيجر ومالي ونيجيريا، وديل أصلا بالفعل جماعات واسعة. نحن قبل نسينا في البنيات في السودان، يعني السودان الجماعات جات عبر زمن طويل جدا برضو جات جماعات واسعة من الهوسة، هن الهوسة والفولاني، واختلطوا بالناس وقدموا للاقتصاد وقدموا للسياسة وقدموا للثقافة وقدموا للمشاريع الحديثة والمشاريع القديمة وللرعي ولكل شيء، قدموا مساهمة في جميع المجالات وقدموا في الآداب والفنون، وبنعرف عش الفلاتية وبنعرف أسماء متلتلة، يعني هم برضو جو وساهموا مساهمة كبيرة جدا مع بقية أبناء وبنات الشعب السوداني ومع شعوب السودان ومع البنيات المدنية الحديثة نفسها، اللي نحن طبعا قلنا هي جزء مننا، جزء من وعينا ومخيالنا ومن تركيبة المجتمع السوداني طبعا. وسع نحن بنقول الفصل ده، الفصل ده طبعا فصل أكاديمي، الحاجات متداخلة ومتشابكة مع بعض، وإنه البنيات دي قاعدة في تلاقح مستمر مع بعض، لكن احنا بنعمل الفصل ده عشان نشوف التنوع والعمق عشان بعد ذاك نقدر نديره، لو ما شفناه ما بنقدر نديره، وحلقة واحدة ما هتنفع. دي طبعا حلقة بس مقدمة، ان شاء الله اذا عجبكم الموضوع انا هعمل كم حلقة في المستقبل. وهسه احنا في الجغرافي، الجغرافي الجغرافي ده برضو لانه السودان منوع جغرافي، يعني منوع بيئيا وفي طبيعته، في جبال في البحر الأحمر دي بتجعل طبيعة الإنسان مختلفة عن الإنسان في السهل، في البطانة، سهل البطانة أو السهل الجزيرة المروية أو الجزيرة الأخرى، بتجعله مختلف عن بعد ذاك المناخ ذاته جاف وصحراء، وتجعله مختلف عن الإنسان الساكن سنار ونشأ هناك وعاش كل الوقت كجماعة أو كفرد، بتجعله مختلف عن الإنسان العايش في جبال النوبة جوا نسبيا لطيف، ومختلف عن الإنسان العايش في شمال كودارفور أو شمال كردفان، عن الإنسان العايش في الشمال الأقصى في منطقة أهلنا النوبيين، عن الإنسان العايش يعني في مناطق أخرى في السودان. يعني الجغرافيا برضو عندها دور كبير جدا، بتجعلك في تداخل مع الأقليم والمناخ، بحتم عليك طرق للعيش وطرق للسلوك الاجتماعي محددة، تلبس شنو برضو مرات كثيرة جدا بتحكم فيها المناخ. كمان برضو اللبس نفسه في الريف دائما اللبس أكثر أصالة في الماضي وفي الحاضر، الجلابية والعراق والسروال لشنو للرجال، والتوب للنساء والفستان. ولكن لما تمشي المدينة التحولات الجديدة تلقى البنات لابسين بناطلين والنسوان ذاتهم بيلبسوا التوب صح، لكن إلا النسوان الكبار، البنات الصغار دائما بيلبسوا البناطلين وبيلبسوا اللبس الافرنجي الحديث، ده طبعا لبس حديث. حتى البنطلون ده النساء السودانيات ما لبسوه الا في الثمانينات، كان ما موجود، يعني كان الرجال هم اللي بقوا افرنجيه بيلبسوا لبس افرنجي بالكامل، لكن النسوان يعني بناتنا ما لبسوا البنطلون اللي بعد شافوه عند الحبشيات بعد السبعينات، جو جات هجره كثيفه بعد الحرب الاريتريه الاثيوبيه كانت اشتعلت بكثافه، جو كميه من الاثيوبيات والاريتريات لاجئات في الخرطوم ونحترم الشعبين، كانوا بيلبسوا البنطلون، فالبنات السودانيات شافوا البنطلون جميل وعملي فمن هناك بدوا يلبسوه، لكن ما حتلقى في الماضي اي امراه سودانيه في صوره من الماضي لابسه بنطلون، يعني صوره فوتوغرافيه لحد قبل الثمانينات مباشره، ده ما في. ده كله عنده علاقه بالتنوع في السودان. واخيرا هسه انا بجي للسياسي وربما اختم به، وانا بفتكر انه الحلقه دي يعني ما كفايه لانه انا اتحدث عن التنوع بشكل شامل، فاجي للسياسي. اما طبعا البنيات دي كلها بتتجلى تجلي سياسي، التجلي السياسي بيعني طوالي طوالي شنو هو التخاطب مع الدوله، يعني انت ترسل كيان يحكم، ترسل كيان يحكم أو يؤثر على هياكل السلطة مباشرة، يعني إما يشكل الحكومة أو يؤثر يعمل أداة ضغط للحكومة من أجل أهداف محددة دائما مادية، مصلحة مجردة أو سلطة. بالضبط كده، دي الأحزاب السياسية بتقوم البنيات، والكلام اللي أنا بقول فيه ده كله بيتولد عن أحزاب سياسية. بنيات الريف، القبائل والعشائر دي بتتولد بتجيب حركات مسلحة،
في دارفور الحركات الكثيره اللي في دارفور دي ما في زول يشدوبها مجانا. دي بتدور على التنوع بتاع دارفور. ناس يقول لك الحركات دارفور 80 وده ينشق من ده وده، ما بينشق ساكت يا استاذ. دي قايمه على انه دي عشائر وبيوتات محدده دايره تعبر عن نفسها سياسيا، وما عندها طريقه غير كده. دارفور ما فيها طوائف ولا فيها مدنيه حديثه زيها وما زي كل بقيه اطراف السودان. في شمال السودان برضو حركه كوش، شمال السودان الاقصى، بتتكون من المحس والسكوت والحلفاويين وضناقله. شفت كيف؟ يعني كده معلنه، صحيح برنامجها وطني ومفتوحه لكل الناس وكده، لكن عمليا قيادتها واعضاء الغائدين هم من الناس ديل. وما انه ما عندهم طوائف وما في مدنيه حديثه، مدنيه حديثه شنو؟ هم متمدنين في راسهم وبرنامجهم ومتحضرين. المدنيه المدنيه اللي بعني بها الحديثه انه ما في مصانع حديثه عشان تنتج، مصانع حديثه ولا في مزارع حديثه عشان تقوم تنتج طبقات تقدر تعمل احزاب سياسيه مستنده عليها زي ما موجود في المدن الكبيره والخرطوم. ما في. يعني دي الطريقه الوحيده اللي بيقدروا يعبروا بها عن نفسهم سياسيا. لما تمشي الشرق السودان في حاجه معلنه كده فوق عنوانها واضح المره دي كمان، اسمها مؤتمر البيجا، من حقهم تماما، لانه كل الناس زي من حقهم، وحقول لكم من حقهم كيف. لما تمشي النيل الازرق بتلقى طبعا عقار وحركته الشعبيه، وطبعا عقار جزء من الحركه الشعبيه، لكن في الحقيقه دي منطقه عندها خصوصيتها، والحركه هناك بغضوها الفونج والانقسنه، واضح جدا من شعوب السودان. ما في طائفه هناك، ما في مدنيه. لما تمشي جبال النوبه نفس الشيء، الحلو طارح العلمانيه ورجل حلو ورائع جدا وعنده برنامج رائع جدا ووطني جدا، لكن في الحقيقه الجماعه اللي بيستند عليها هي جماعه النوبيين، نوبة الجبال، جماعات واسعة من نوبة الجبال، وعنده كاودة داخل نوبة داخل الجبال، لأنه هناك ما في طائفة وما في مدنية، في حضارة لكن ما في مدنية بمعنى الحداثة. المدنية أنا بقصد بها الحداثة، مش شكر ولا نبذ، الحداثة، المصانع الحديثة والتعليم الحديث والحاجات الحديثة اللي دخلوها الإنجليز دي كانت محصورة في مناطق محددة لشأن كان يعنيهم الوقت ده، ومش لمؤامره، لانه ما في طريقه غير كده، ما في امكانيات افضل من كده وما في مخيال افضل من كده. وبعدين الوسط النيلي لانه مريح افضل، ولانه اصلا فيه طبقات متعلمه بالعلم القديم بتاع الخلايا والطوائف قبل ما يجوا الانجليز، لكن العلم القديم غير المدني، العلم بتاع الخلايا والفقهاء وكده، بالتالي هم بيقدروا يتفاوضوا اكثر وبيقدروا يعملوا انسجام اكبر. الجماعات اللي انضمت للمستعمر بتقدر تخدمه افضل. لما نمشي دارفور قلنا كذلك، وانه الحركات دي في الحقيقه ثورت القبيله، ثوره من الثوره، لان هي الانسان اللي بيجي في القياده اما بيجيبها ديمقراطيا او بيجيبها بانضالاته الفرديه، ما فيها وراثه زي الماضي، يعني هو ما ناظر ود ناظر ابوه عمده ود عمده، لا، جابه بكفاحه او جابه ديمقراطيا وارتضوه الناس في كل الحتات دي. والحركات دي عندها برنامج وطني وبرنامج يعني واضح انه برنامج كويس، افضل مرات كثيره من الناس الاحزاب الموجوده في المدينه نفسها. شفت كيف؟ يبقى ما تحتغر الحركات المسلحه وتحتغر شنو؟ تحتغر الاحزاب اللي بتنشا من الهامش. وزمان طبعا الهامش انتج طبعا نهضه دارفور وانتج مؤتمر البيجا، دي القديمين جدا، نهضه دارفور دي في الستينات ومؤتمر البيجا ابعد من كده. وهكذا برضو الحركة الشعبية كانت أنانية 2 وأنانية 1 وهكذا، يعني أنه في يعني قبائل وعشائر السودان كانت بتنتج بشكل مستمر أحزاب سياسية لتدافع عن حقوقها، لأنها ما عندها طريقة غير كده. لازم نحن نعاين لذا جزء من تنوع السودان. لما تجي الإنقلابات العسكرية بتجي ليه الإنقلابات العسكرية؟ لأنها بتضيق بالتنوع، ولأنه المدينة والبنيات الموجودة في المدينة ما عندها وعي بالتنوع ده، فالنظام العسكري بيغمع التنوع بجميع اشكاله، بيفرض حاجه واحده بس. بعد ذاك التنوع لكن ما بيسكت لك يا استاذ، بيعبر عن نفسه بطرق مختلفه وبيرفع السلاح. بعد ذاك الانقلاب العسكري جو قمع الناس وجا قال لا 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 لا, لا, لا للقبليه ولا للطائفيه ولا لاي شيء. حتى الناس اللي معاه في المدينه ذاتهم لما يجوا الاشتراكيين بيضبحوا الناس الثانيين الجناح الثاني، ولما يجوا الاسلاميين بيضبحوا الجناح الثاني. هم نفسهم التيارات اللي في المدينه نفسها ما عندها اتفاق على برنامج موحد، يعني بايديولوجياتها كلها الحديثه، الايديولوجيات الاشتراكيه والايديولوجيات الاسلامويه والايديولوجيات الليبراليه، دي كلها طبعا حديثه انبنت على الاقتصاد الحديث
دي ذاتها متناطحه تناطح شديد وما عندها وعي بذاتها وما عندها برنامج حد ادنى في المدينه. ناهيك لما تمشي الريف ده طبعا جنون. ديل لما يجي السلطه اللي بيحصل شنو؟ في مذابح دائما بتحصل في الجزيره ابا 1971 سموهم الرجعيين. رجعيين يعني ناس ساكت بتاعين خلاوي وكلام. وقلنا الخلاوي دي اصلا ما كان في علم غيره يعني. وبقول لك انه الشيخ بيجهل الناس. شفت دي طبعا انا بتضحكني كدارس الانثروبولوجيا. كيف يا استاذ؟ ده العلم كله في يوم من الايام. فانت ممكن تقول شيء غير كده، اول شيء تبوس ليده كرمز يعني، مش كزول محدد هسه انا بدعو لحاجه محدده، لا. انا بقول لازم نعاين للتاريخ كويس اذا عشان نحترم التنوع ده ونفهم نفسنا. بعدين يا اخي دين الناس خلي رجعين يا اخي، ناس عايزين عايزين كده. انت مالك انت تحترمهم كده؟ مش واجباتهم شنو؟ قاعدين يزرعوا يرعوا كويس ويعملوا حاجاتهم تمام. انت كمان داير تعمل لهم مدرسه حديثه، اعمل لهم مدرسه حديثه وما تجبرهم، لكن يقروا ولا ما يقروا، لكن عندهم واجبات في اطار الدوله. مفترض انه هم عندهم حاجه اقتصاديه بيعملوها، عندهم واجبات اجتماعيه بيعملوها. دي القصه في كل ارجاء السودان. بتقوم الانقلابات العسكريه بتعمل اضطهاد، بتقوم الجماعات تعمل اضطهاد لتنوعها بكل اشكاله، مش سياسي بس، اضطهاد لها في كل شيء، في مظهرها، في لبسها، في اكلها، دائما باحتقار لكل شعوب السودان. واللي بيحصل انه بعد ذاك الناس بتثور بالسلاح وبتثور بثوره سلميه والانقلاب بينتهي. بيجي انقلاب غيره، الانغاز ده بعد ذاك اضطهاد طبعا لكل شعوب السودان، لم يحدث في تاريخ السودان ولكل ثقافات السودان، لدرجة انه هذا الانقلاب الانسان السوداني ذاته كله عنده مستحقر. عملوا برنامج سموه البرنامج الحضاري. شايفين التنوع وحاجات شعوب السودان دي حاجة زبالة وحقيرة جدا جدا، وانه الانسان السوداني ده وضيع لدرجة انه لازم يصيغوه من جديد. وطبعا ده برنامج فشل لانه برنامج هزلي وقائم ما قائم على اي دراسه حقيقيه، وقائم على هستيريا ايديولوجيه ما اكثر من كده. ونحن ما بنغيم لانه النازل ما افضل من الثانيين، بس كانوا بشعين اكثر وامتلكوا قوه ماديه اكثر، وبالتالي عملوا اضطهادات اكبر للشعب السوداني ولادابه وفنونه، وحرقوا، كانوا حيحرقوا كل الارسل في الاذاعه، حاجات كثيره جدا يعني نحن نتذكرها. دي كلها عندها علاقة باحتقار التنوع اللي نحن كلنا ما فاهمينه كويس وما فاهمين عمقه، ولذلك بنضطهد نفسنا على جميع المستويات. نحن ما رضيانين من نفسنا كله على جميع المستويات. ألواننا، لوننا ما رضيانين منه، ألواننا المختلفة ما رضيانين، من طريقة لبسنا ما رضيانين، من طريقة كلامنا. ما الكلام ده ذاته يا أستاذ، ليه كلامنا ما بيشبه السوريين ويشبه اللبنانيين ويشبه اليوغنديين ويشبه الهولنديين؟ نبرة صوتنا، لانه في الحقيقه نبره الصوت عندها علاقه بالسوشياليزيشن، عندها علاقه بالبيئه اللي انت عايش فيها، وبالتالي بتنطق الحروف بطريقه محدده، عندها علاقه بارثك وتراثك ولغاتك السابقه، كان دائما في لغات سابقه، بالتالي الحنجره ذاتها بتجي من هناك. لازم انت تفهم مخيالك وتفهم كل شيء عن نفسك عشان بعد ذاك تحترم نفسك وتحترم التنوع بتاعك، تحترم الشعوب الاخرى والقبائل الاخرى، ما تضطهدها وما تقول عنها اي كلام لانه لونها اغمق من لونك او لانه لونها افتح من لونك، تو ماتش. ما تحتقر الطوائف، ده ارث عظيم يا استاذ، ده ارث عظيم جدا. ما تحتقر برضه البنيات المدنيه الحديثه اللي قاعده معاك في المدينه لمجرد انه الايديولوجيا ضدك ما لم تعتدي عليك. غير كده ما حنصنع دوله وما حنصنع حضاره ولن نستطيع اداره التنوع، حيكون في مذابح مستمره. انا قلت انه الليلة عندنا ساعة وتقريبا الساعة دي انتهت، لكن حاخد 10 دقائق تاني أشرح فيها بسرعة كده إنه شنو أدلجت القبيلة وأدلجت الطائفة وأدلجت النغابة. دي حاجة خطيرة لأنه ده طوالي معناته شنو، ده الخلاصة اللي بقول فيها، ده معناته رفض للتنوع. لأنه مثلا التجمع المهني أيًا كان، ونحن أجزاءنا جزء من تجمع المهني، يعني تجمع المهني ما مفترض يتحول إلى جهاز سياسي، كذلك القبيلة ما تتحول لحزب سياسي، لكن ما في مانع انه في حركة تتولد عن القبيلة، لكن القبيلة نفسها وبنيتها نفسها اذا تحولت بقت سياسية حتصطدم طوالي مع القبائل الثانية، لأنها تبقى مصلحة مجردة والقبيلة عندها قيم مفترض. نحن قلنا شعوب السودان دي مش قبائل، هي شعوب السودان، كلمة قبيلة دي بتحمل نيجاتيفيتي كبيرة جدا. دي شعوب زي ما قلنا عندها تراثها وأدبها وفنونها وعندها طموحاتها، انه هي مفترض انه تتولد عنا احزاب سياسيه، لكن هي ذاتها ما تتحول لكيانات سياسيه.
كذلك الطائفة تستطيع أن تولد حزب سياسي، لكن شيخ الطائفة نفسه أو شيخ الطريقة الصوفية مثلا أزرق طيبة نفسه مفترض يتحول لسياسي ويحول جماعته كلها جماعة سياسية، ده بيكون مدمر وخطير لأنه هيصطدم مع الطوائف الأخرى زي ما عملت المهدية. المهدي لما جاء قال طريقته بس الطريقة الوحيدة ما في غيرها، دي بداية هزيمة الثورة المهدية وبداية هزيمة الثورة المهدية. ده كلام المهدي بالضبط مكتوب كان إنه الطريقة الأنصارية هي الطريقة الوحيدة وما في قبائل كمان، قال كلها ملغي بس الطريقة الأنصارية كده، معناته تحولت الطريقة إلى سياسة سيستها أدلجتها، أدلجتها هتصطدم مع الطوائف والطرق الأخرى، وهذا ما حدث بالضبط. صراعات دموية عنيفة جدا مع الأشراف ومع شيوخه ومع قصص زي كده، أدى ده عنده شنو؟ عنده بعدم احترام التنوع وعدم احترام الآخر. طبعا احنا ما بدينا المهدي عمل ثورة عظيمة وولدنا ذلك العظيم المحترم، طبعا نحن نحترم وأنا وحيد جدا، لكن طبعا ديك لحظة تاريخية انقضت، لكن أنا بقول ده مثال يعني. بالتالي برضو النغابة دي مفترض عندها هدف محدد، عندها هدف إنه هي أصلا بتمثل جماعة فئوية أو جماعة محددة زي الأطباء المهندسين المعلمين الحرفيين الصناع التجار الكده يعني. فالنغابة دي عندها هدف محدد، لما تمشي السياسة انت بتمثل منو يا أستاذ؟ انت بتمثل جماعة محددة. غطة الثورة ده موضوع تاني لأنك غطتها تكنيكالي، لكن انت تمشي السياسة طوال ده بيكون خطر جدا، لأنك انت هتعمل مرة دي تمثيل مرتين. انت عندك جماعة أصلا في الغالب بتكون عندك جماعة حزبية، وبعد ذاك انت تاني بتمشي ده تشيل مرتين، وبالتالي بتعمل المرة دي ربكة للناس وما بيسمحوا لك، بتكون في صدام معهم، لأنك إذا هنا لازم تلغي طرف من الأطراف لأنك هتشيل حق زول. دي القصة أنا بقولها باختصار، إنه أدلجت القبيلة أدلجت الطائف أدلجت النغابة، ده خطر جدا. ثم إنه النغابات بالإضافة إنه تتفرغ لأعضاء وتتفرغ لتطوير الفضاء بتاع عمله ومجال العمل، أيضا زي تجمعات المهنيين الكبيرة بتاع الأطباء والصيادلة، دي المفترض ما يعيشوا الأزمة، يعني يتفرغوا لأنه ينتجوا لغاحات للأمراض المستوطنة في السودان والكورونا وكده يعني، لما تجي اللحظة التاريخية المناسبة. وهسي يتركوا العمل للسياسيين، أو هم ذاتهم يمشوا لأحزابنا السياسية يشتغلوا داخلها، أو ينشئوا أحزاب سياسية جديدة إن لم ترضيهم تلك. ده الموضوع بتاع الأدلج اللي أنا قلته له التسييس، ده خطر جدا جدا. لما نجي لقصة الهامش والمركز، ودي أسمحوا لي أختم بها، ولكن أنا هعملها في الحلقة الجاية لأنه ده موضوع فيه جدل كبير جدا. قصة الهامش والمركز دي لا تعبر يعني عن تنوع السودان، برضو فيها مشكلة كبيرة جدا، لأنه معظم المقولات والنظريات بتاعت الهامش والمركز بتركز على العرق والسياسي، وقالوا التنوع الثقافي والتنوع الاجتماعي زي ما قلنا، والتنوع جغرافي، التنوع عنده يعني تاريخ، والتنوع عنده حاضر، والتنوع عنده مستقبل في السودان. وبالتالي نظريات إنه هنالك هامش يضطهد مركز ده قد تكون مغولة فيها حق، لكن أيضا مغولة فيها باطل، لأنه المركز ده ذاته متصارع مع نفسه، هو ذاته يقتل التنوع الجواه، يعني الريف ما موجود في الريف بالمناسبة، والهامش ما موجود في الهامش يعني فيزيائيا، الهامش موجود في المدينة نفسها، والتنوع موجود في المدينة نفسها بتاع الريف، والريف جوا المدينة، وأحيانا كثير جدا المدينة برا. دي القصة، المدينة برضو في الريف، وما معنى كده ناس المدينة هم المتمدنين وناس الريف هم غير كده، لا أبدا. أنا هنا المدنية اللي بتحدث بها هي الحداثة، وهنالك الإنسان في الريف ممكن يكون متحضر أفضل من إنسان المدينة، ممكن يكون فلقر ومتخلف ويقول ألفاظ ويضطهد الآخرين، وقال الإنسان اللي بيكون في الريف لأنه أصيل أكثر مرات كثيرة، وده حقيقة، بيكون أكثر حضارة وتسامحا وروعة وكريم والقيم الجميلة دي كلها. كيف أسع أنا هنا بهذا القدر يعني؟ بتصور إن أنا مفترض بكتفي، وبأسف جدا إن أنا ما قادر أشوف المداخلات، برد عليها في الحلقة الجاية إن شاء الله بتاعه الناس اللي لا شك أنا بفترض إنها نيرة، وفي نفس اللحظة مؤكد إنه كلامي ما حيرضي كل الناس. في ظل هذا التنوع هيكون في ناس كثيرين جدا ما فاهمينه كويس، انا بشرح لقدام معلش، وفي ناس كثيرين جدا هيشوفوه يعني برضو ما في مصلحتهم، وديل ممكن يجي يقول يا كلام، ده كله انا بحترمه، وانا لكم محبه واحترام، وان شاء الله حنواصل في الحلقه اللي جايه اللي هتكون التاسعه في نفسيات الزول السوداني في ايشوز مشابهه، وغالبا هتكلم عن موضوع الهامش والمركز بشكل باستفاضه، وحأرد على النماذج الموجودة في الأرض
وإنه نحن كيف كلنا نعمل صيغة للعيش السلمي المشترك نقدر نصنع بها سودان متحضر وننهض ببلدنا ونعرف بالضبط. لما نعرف تنوعنا بنعرف حاجة خطيرة ومهمة جدا، بعد ذلك بنعرف مصلحتنا المشتركة كويس جدا. لما تعرف مصلحتك المشتركة بتعرف مصيرك، بتقدر تحدد مصيرك المشترك، إذا بتعرف تحدياتك المشتركة، إذا بتحصل احترام مشترك، إذا بيحصل شنو؟ بنستطيع في اللحظة دي أن نعمل عيش سلمي مشترك ونعمل حضارة ونعمل تصالح بدل الشقاق والمعاناة والنفي لبعض والتختيل لبعض والاحتقار لبعض، ولا وكأنه في قوة سحرية حتجي من السماء تنقذنا. لا أبدا، العالم حيضحك عليك وبس، وحيشيلوا منك دايرينه، وإنت حتنتهي من على وجه الأرض، وحتكون يعني خسرت كل شيء. لذلك أنا بفترض بأنه نحن علينا أن ننتبه ونعي بتنوعنا ونحاول نلقى صيغة للعيش السلمي المشترك قائمة على وعي بواقعنا ومجتمعنا وببيئتنا المحيطة بنا. تحية لكم ومحبة أكيدة، محمد جمال الدين.